السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بيكم. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة الحلقة طازة وجميلة ورقيقة وكل حاجة. قبل ما نخش عليها عايزين نشارك القناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو إلى 3000 لايك. بنجح بيكم دعواتكم وأكون عند حسنكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. مارسيل كارول المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وهو السويسري. مارسيل كارول يعني السويسري وكان ماسك المنتخب النمساوي. وطبعا كارول كان المساعد بتاع المدير الفني السابق وهو جروس، كان المساعد بتاعه وقدر النادي الاهلي يتولى المهمه مع مارسيل كارول. وطبعا الراجل من مواليد 61 يعني عنده خبرات وعنده تصنيف كويس جدا. التصنيف بتاعه كان 70، دلوقتي وصل لل 10 قبل ما يجي النادي الاهلي. يعني الراجل عنده شغل من الخبرات هيجيب فعلا 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 تولى المهمه رسميا. وان شاء الله هيكون متواجد يوم الاثنين في اول اجتماع بينه وبين كابتن محمود خطيب وكابتن امير توفيق وباقي الشله الجميله بتاعه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يكون اضافه قويه يستفيد او يفيد النادي الاهلي ويكون الجمهور سنده من ورا منه. ولما نشوف الدنيا هتكون ماشيه مع مين، مع كالور من المدربين الناجحين جدا جدا جدا. الراجل عنده 63 سنه ما قلت لحضراتكم، وعنده تصنيف عالمي وكان ماسك منتخب النمسا. وبس كان في فتره من الفترات كان قاعد موسمين ما بيمرنش عشان كان عامل عمليه في رجليه او في ركبته، يعني مش قادر اقول لك هي دي اللي ممكن تكون اخرته شويه. بس الراجل عنده سي في محترم وعنده كيان كويس جدا وهيفيد النادي الاهلي في التولى بتاع النادي الاهلي من بدايه الموسم الجديد. وهيكون متواجد يوم الاثنين جوه النادي الاهلي في اول اجتماعاته مع الاسطوره محمود الخطيب. الخبر الثاني وهو صفقه مدويه افريقيه، وهو مين بقى؟ الكونغولي اللاعب فايز سليماني يقترب للنادي الاهلي، مش رسميا يقترب للنادي الاهلي بعد ما يخلص نفسه هناك. وكان الراجل بيلعب في مارسيليا الفرنسي، يعني مش قادر اقول لك من اللعيبه الجيدين جدا. يعني فايز عنده من مواليد 93، يعني راجل عنده 28 سنه، راجل بيلعب في اي حته تلاقيه في الملعب. وجزر القمر، يعني المنتخب ده جزر القمر. ومش قادر اقول لك بصراحه استفاده قويه جدا 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 هتستفيد منها، او النادي الاهلي ممكن يستفيد منها من بدايه الموسم الجديد بعد ما يقترب منه رسميا. يعني انا بقول لك لسه بيقترب منه، النادي الاهلي بيتكلم عليه كلام كويس جدا وهو عايز يجيب فايز سليماني، وهو من اللعيبه الكويسه قوي اللي تقدر تفيد النادي الاهلي من الصفقات المدويه. الخبر الثاني عندنا الاستاذ والجميل واللذيذ كابتن عمرو الدرديري اللي عامل فيها نيجيري. عمرو الدرديري اللي عامل فيها نيجيري؟ اه يا عم، عمرو الدرديري اللي عامل فيها نيجيري. اه كابتن عمرو الدرديري بيرد على جمهور النادي الاهلي بيقول له ايه؟ الراجل عشان اعرفه يا جماعه اللي فعلا الراجل لما يكون فاضي ما وراهوش حاجه بيتكلم في اي حاجه وخلاص، يهري وبيتكلم وخلاص. يعني عمرو الدرديري لما يعرف الناس كلها اللي الماتش ودي، ما هي الناس كلها عارفه يا عم عمرو اللي الماتش ودي، انت لازم تطلع تتكلم بمواصفات الناس وانت القوات القوات الجسمانيه في كل الاتجاهات او الكوماندا بتاع الناس اللي انت تطلع تدي رايك. ما الناس كلها عارفه ان الماتش ودي، مليون ونص دولار الاول ومليون ونص دولار للتاني. والخبر اللي جاي ده هقول لك مين هو بقى شغل بقى ايه، مش قادر اقول لك شغل على ميه بيضة بمعنى اصح. يعني الاستاذ عمرو الدرديري عامل فيها نيجيري، والراجل بيقول ان الماتش ودي مصر كلها عارفه الماتش ودي، والماتش ايه تجربه وافتتاحيه كاسه لوسيل، ومش قادر اقول لك المنظومه، ومش قادر اقول لك السبوبه، مش قادر اقول لك كل حاجه يا استاذ عمرو الدرديري يا اللي عامل فيها نيجيري. كابتن مرتضى منصور بيتكلم في اخر اجتماعاته قبل اللقاء بتاع الهلال السعودي، بيقول لو احنا خسرنا احنا عايزين ناخد فلوس، ناخد فلوس المركز الاول وناخد فلوس المركز الثاني. انا عايز اعرف يعني ايه يا كابتن مرتضى ناخد فلوس الاول وناخد فلوس الثاني؟ هو نادي الزمالك ده نادي قليل بالنسبه لك؟ يعني انت شايف النادي ما فيهوش فلوس؟ يعني انت شايف
اللي انت مش هتقدر تظبط النادي في الحته الماديه، يعني انت مش قادر تقول النادي الزمالك قد اي حد هو عايز يتكلم فيه، يعني انت عايز تقول ان المنظومه جوه النادي الزمالك مش كويسه، يعني انت عايز تقول، انا ممكن اقول لك لحد بكره، لكن انت هتجيب لنا وجع القلب من اللي يسوى من مسواش وتقول فيها ايه لما ناخد فلوس المركز الاول وناخد فلوس المركز الثاني؟ هو احنا رايحين نلعب ساعه خماسي؟ هو احنا رايحين نلعب ساعه خماسي من اجارها فوق الجسر كده في وسط الجماهير بتاعت الخماسيه وشغل الخماسيه اللي انت جاي تاجر ساعه والكلام ده عايزين ناخد فلوسهم؟ يا كابتن انت بتتكلم على فرقه زي الهلال السعودي عامله عليك ماتش هايل جدا والواحد ما زعلش، يعني مش قادر اقول لك فعلا فرقه مش قادر اقول لك تاخد منها مركز اول، اللي انت تاخد منها مركز اول ازاي وتاخد فلوس منها ازاي والكيان ازاي والروح ازاي، انا مش عارف اقول لك بايه بصراحه. يعني انت بتتكلم على ماتش المركز الاول والمركز الثاني عايز تاخد فلوس بتاعتهم، انهي حاجه بتقول كده في الكوره؟ انهي قاموس بيقول كده في قاموس المعرفه؟ قبل ما اقفل معاكم عايزين نعمل اشتراك القناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو، يا رب يكون الحلقه عجبتكم. قبل ما اقفل معاكم عايزين نعمل اشتراك القناه، فعل الجرس ونوصل الفيديو ل 3000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم واكون عند حسن نكم ان شاء الله. تنتظروني في كل يوم فيديو جديد مع اخبار جديده ان شاء الله. قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك للقناه طبعا، ثالث مره بقولها لكم، نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ل 3000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم واكون عند حسن نكم. بشكركم، سلام عليكم.